مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير الفلايفلة المحشية بالفرن، طريقة صحية. عنا كوب مي، زيت نباتي، لحمة، ملح، ربع ملعقة صغيرة فلفل اسود، نص ملعقة صغيرة سبع بهارات، ملعقتين طعام شراب، فلايفلة وبصلة. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. نعمل الفلايفلي بهيدي الطريقة. نشيل البزر، هلا بحطهم على جنب لهولي. عنا البصلة بحط فوقها زيت نباتي وبقليها على الغاز، بس تاخد لون اصفر خفيف بحط فوق اللحمة. بصرت البصلة بهيدا الشكل، هلا بحط فوق اللحمة. حركن منيح مع بعض. بس استوت اللحمة، هلا بحط فوق البهارات وملح. حركن شوي مع بعض. هلا بطفي الغاز. صارت الحشوه جاهزه. هلا بحشي الفلايفلي. بحط الشراب بجاط، كمان المي، بحط الملح اللي باقي كمان. بحركن منيح مع بعض. هلا بحط الخلطة فوق الفلايفلي. هلا بحطهم بالفرن اكيد على درجة حرارة 250 من الاعلى والاسفل. هيدي الفلايفلي اخدت بالفرن حوالي نص ساعة، تتقدم مع رز وشعيرية. بتمنى يلي بيحضر الفيديو يبعت تعليق اذا عجبته الطريقة ام لا، وان شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.